سيد حازم، يعني نجد أنت كفنان هناك ما شاء الله مجموعة أيضا من الفنانين اللي يعزفون، لكن يمكن قلة منهم اللي هو يألف الموسيقى بنفسه. يعني أنت من تضع اللمسات يعني وتضع الصورة النهائية للموسيقى، فهذا التأليف إلى أي حد خلاك تتميز أولا، وخلى أيضا يعطيك طابعك الخاص أنت؟ يعني أنت مو بجالس تقدم شيء من صنع شخص آخر، هو تماما من تأليفك الخاص. نعم، هذا بالضبط أستاذة مريم، يؤكد السؤال اللي قبله، أنه أنا لولا دراستي ما كنت أقدر ألف على مستوى عربي عالمي. يمكن كثير من الفنانين يلحنون، إذا جاز التعبير، يلحن نص معين أو يألف قطعة موسيقية أو جملة موسيقية بسيطة. دراستي الأكاديمية أعطتني الأساس القوي والقاعدة القوية اللي أنطلق منها للتأليف الموسيقي، بحيث أني أنا أقدر أقول أني ألف موسيقى تعزف في العالم كله. نعم. هذا يشعرني بالسعادة، لأني أألف وأعزف ما ألفه ويعزفون ما ألفته. اللي أنت ألفته طبعاً شوقنا أن نسمع شيء، نحن نبغى نسمع شيء منك لو تسمح. أعزف واحدة من المحطات الموسيقية اللي في الألبوم، اسمها أمنيات.